السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه دي دبليو جي فاست فيو. ده بيعمل ايه؟ ممكن يكون عندك ملف اوتوكاد عايز تفتحه، وممكن ما يكونش عندك الاوتوكاد، او عندك الاوتوكاد اصدار قديم فمش قادر تفتح الملف. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتبدأ تختار الملف الاوتوكاد. نشوف بس واحد يكون مساحته مش ضخمة اهوت. مجرد ان انت تختاره بيبدأ يعمله ابلود، وبعد كده يعملوا فيو فتقدر تشوف الملف زي ما انت عايز. وعندك هنا لو عملت سكان لدوت تبقى عندك الملف دوت على الموبايل عندك، وتقدر تعمل زوم على اي جزء انت عايزه. تقدر تعمل الديستانس فتقيس مثلا من النقطة دي للنقطة ديت. ممكن تشوف الاريا، ممكن تعمل الكوردينيتس، ممكن ارك لينس انجل، يعني بديك بعض الاعدادات مش عشان ترسم بس عشان يبقى عندك الامكانيه ان انت تحصل على المعلومه تقيس حاجه. تمام، تقدر تحمل البرنامج عندك. تمام، لو انت عايزه على الويندوز او الموبايل او الويب زي ما احنا شغالين كده على الويب.